النهارده انا بعيد، يمكن انا يعني كان ليا الشرف سجلت مع حضراتكم قبل كده من سنه، كان 15/11/2018. النقطه دي انا هبدا بيها عشان نبدا من ورا لقدام، يعني ما نقولش ان الفتره دي عشان فتره قريبه من الانتخابات فاللقاءات دي بتحصل، لا، اللقاء ده تم في 15/11/2018 من اكتر من سنه، هو يمكن سنه وشهر ولا حاجه. كان اول جروب الحمد لله انا اتشرف ان النقيب جه في نفس القاعه هنا وعقد معانا مؤتمر وسالنا براحتنا، وسالنا براحتنا جدا وترد علينا، وكان لقاء جميل جدا، وكان لقاء مع الشباب، وكان لقاء معانا امتى؟ من سنه. فانا بتشرف ان احنا يمكن اول جروب قدر يوصل صوته وقدر ان هو يتحاور مع النقيب. النهارده ده مطلوب، وده مطلوب جدا، وبينزل لنا تاني ولا وقبل ما بينزل لنا هو لسه عامل مؤتمر في القليوبيه، ومؤتمر في اعتقد في اوسيم هيتعمل او اتعمل من يوم انا مش متذكر قوي. دي حاجه حلوه اتعمل، كان في المنصوره قريب كان في جنايه، فده المطلوب. انا مطالب ان رقم واحد الممثل بتاعي يكلمني، ينزل لي، يحس بيا، وده انا شايفه مطلوب. النهارده انت شايف الشكل الجميل دوت، عندك 23 كيان بيجتمعوا النهارده بيحاولوا يوصلوا صوتهم، وهو سمع، وهو اللي كان حريص ده عشان يقول لينا ولعينا امام الله ان هو يقول انا عايز اعمل معاكم وتقول اسئلتكم كل حاجه. النهارده جايين مؤتمر مع استاذ سامح عاشور، طبعا الاب الفاضل ونقيبنا. الحقيقه فكره المؤتمر ممتازه جدا، ان النقيب مش حاطط حدود ولا فروق بينه وبين الشباب، بيسمع اسئلتنا وبيجاوب عليها، ودايما مكتبه مفتوح، فدي فكره جميله جدا، ونتمنى ان التواصل دايما يكون مفتوح ما بيننا وما بين النقابه من خلال السيد النقيب العام. سعيده جدا بشارك في المؤتمر النهارده، واتمنى ان شاء الله ما يكونش اخر مؤتمر بيننا وبين شباب المحافظه. بشكر معالي النقيب على الدعوه بتاعته الجميله، طبعا هو ده المتعودين من المعالي النقيب، طبعا النقيب هو اب لينا والاخ لينا طبعا، وبنشكره على المجهودات اللي هو عملها للشباب في الفتره السابقه، هو بيعمل حاجات جميله جدا واحنا بنسنده كشباب في المحامين وعن دايرتي انا طبعا بالاخص المطريه والقاهره الجديده. احنا طبعا الدوائر الحمد لله بفضل الله توجيهاته وتوجيهات النقب الفرعيين بقت دوائر جميله، نشكر معاليه على الدعوه الجميله ونتمنى له التوفيق، واحنا بنقول له احنا فعلا احنا هو الاب لينا والاخ والصديق، ومعالي النقيب هو فعلا سامح عاشور اثبت لنا ان هو قادر على دعم الشباب ليه. احنا النهارده في مؤتمر حر، حوار مع النقيب العام، والحمد لله يعني احنا كل المحامين متعاونين مع بعض، وكل ده بدعم معالي النقيب، دايما بيفكر ازاي فعلا يوحد المحامين ايد واحده، وبيعمل على ده سواء بقى في الندوات او في المؤتمرات اللي احنا بقينا نتقابل فيها. احنا النهارده في عرس ديمقراطي زي ما بيقولوا، ده دعم من معالي النقيب لشباب المحامين، ودي مش اول مره، ودي مش حاجه جديده على معالي النقيب، دايما بيقدم ايد العون مش للكيانات الشبابيه بس، لا، لاي شباب محامين مصر، ومعالي النقيب دايما معاهم وبيسمعهم وبيسمع مقترحاتهم، واللي عنده مقترح وعنده آلات التنفيذ معالي النقيب بيقدم له كل الوسائل ان هو ينفذ ده طالما الخدمه هتوصل لشباب المحامين.